محند أيت مقران، المدعو الشيخ المقراني، معروف كأكبر قائد مقاومات 1871، كان من سلالة أث عباس اللي كانوا حاكمين مملكة في جبل البابور من القرن 16. باباه في 1839 رفض يدخل في حروب ضد فرنسا مع الأمير عبد القادر، كانوا عديان ما يتفهموش. ومن بعد كي مات باباه، السلطات الفرنسية عينوا الشيخ المقراني كبشغ المنطقة. في 1870 فرنسا تفقد نداء قضائي جديد باش الأراضي والحكم في الجزائر يروحوا رسمياً بين يدين الفرنسيين. القياد الكبار والشيوخ الزوي فهموا بلي الحالة تدهورت بخطر وبلي لازم ينهضوا. الشيخ المقراني ديميسيونا من الوظيفة تاع البشاغة وعلن الحرب رسمياً على فرنسا. في نفس الوقت محي الدين وليد الأمير عبد القادر دخل سرياً للجزائر بجنوب تبسة وبعث رسائل ينادي فيهم للمقاومة. يوم 15 مارس 1871 الشيخ المقراني مع أخوه بومزراق و 8000 راجل صدموا على الجيش الفرنسي في برج بوعريريج. زادوا لحقوهم من بعد عائلة الشيخ حداد اللي كان حاكم الطريقة الصوفية الرحمانية في منطقة صدوق بوجاية، وجاب معاه 250 قبيلة في صفوف المقاومة، وكل منطقة شعلت. من تيزي لزول بجاية والقلب ومرداس وحتى شرشال ومسيلة وبتنا نضروا الرجال ولحقوا هكا قريب للعاصمة. مالا فرنسا كون الجيش تاع 100,000 جندي وحربتهم طول شهر أبريل حتى بداوا المناضلين يتراجعوا في الجبال. في نص هذه المعارك العنيفة صفوف الجزائريين ضربتهم ضربة كبيرة. يوم 5 مي 1871 في معركة واد سوفلات قدام البويرة وينطح أول قائد تاع المقاومة 1871 وهو الشيخ المقراني. هذا الشيء قاس بزاف الرجال وفقدوا شوية الأمل، بصح ما طولوش حتى بان قائد جديد اللي زاد نوض المقاومة بقوة، وهو بومزراق المقراني اللي عنده حكاية طويلة تانية.